عرضوا البلد كله للخطر. لما خبيتوهم برا إيشوا لعنا؟ هدوه ولا بطلعك لبرا. سيد محمد، بتقول إنك كنت طباخ؟ نعم. بس أنت كنت جندي بالجيش. أي نعم. كنت لابس البدلة العسكرية؟ صحيح. فإذا ياسر سلامة ما عنده أي سبب يفكر إنه منك عسكري. أنا كنت بقدم لهم الأكل بس. الجيش الأردني بهاجم مخيم للاجئين، بيقتل مدنيين ومسلحين بشكل عشوائي، بعدين بقرر يطعمي يلي بقيوا عايشين. الظالم بيتكرم على المظلوم تحت أكثر الظروف إهانة. هيدا هو السياق يلي كان في ياسر سلامة عم بشوف جندي عم يشيل قطعة خبز من إيد طفل. بيغلي دمه، بهاجم الجندي. موكلي منه الرجال السفاح مثل ما عم توصفوه، لا. ياسر سلامة ما بيقبل يشوف اعتداء وظلم هو مكتف إيديه. والدليل على هيدا الشيء هو انه رفض يقول شو هي الكلمات يلي قال له اياهم طوني حنا، حتى ولو هالشيء كان رح يكون لصالحه. ما عمل هيك لانه هيدي الكلمات مهينه كثير. كلام طوني حنا هو يلي حط موكلي بحاله من الاضطراب النفسي، وهيدا الشيء يلي خلاه يقوم بهردة الفعل. وفقا للماده 228 من قانون العقوبات اللي بتنص على من يمارس حق الدفاع المشروع، لا يعاقب المتهم اذا اقدم على الفعل في ثوره انفعال شديد انعدمت معها قوه وعيه او ارادته. أنت المدعي، استدعوا المتهم. جيدوشا شوري كوجو ويتنام تونيتو جوتاك هوشو نو جنبا ده هتراك ياسر. حضرتك تدعي أنه بتاريخ 2 تموز أنت واحد عرص ساساينا كورون. أنتو أصلا شعب بلا أصل. كنيو يرغس هوتيجي كيتو سنطا وكايتيك. بديك تجبره انه يعتذر بتسمع من تمه دغري. حتى لو كنت من اكثر الناس المظلومين بالعالم. ياسر سلامي كمان صار عنده ردة فعل على الكلمات اللي استهدفت هويته. هذا شيء طبيعي. كان ماشي حالنا لحد ما شرفته انتو مشروع العمار المرن. ما تخلي شغله صغيره مثل هيدي تخرب كل شيء. تجد هذه المحكمه عايشين بهالبلد سيتون كلنا اخو. انا ما كان بدي ارفع دعوه منك، كل يلي كان بدي اياه اعتذار بسيط. ما حدا بحق له يحتكر المعاناه حضره القضاه. كيزوتسويتا فتارينا سايغو ني ميتسكيتا اراتانا ايبو ني سيكاي نا ناميدا شيتا هانكيتسو فتاتسو نو كيبو.